إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار، أمين. إخوة الإيمان، دائما مع سورة الروم ومع آية الزواج، قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كانت الوقفة الرابعة في الجمعة الماضية مع هذه الآية الكريمة، وكان الحديث عن المحبة وحاجة بيوتنا إلى هذه الصفة وهذا الخلق، ألا وهو خلق المودة وخلق المحبة وصفة الحب الحميد الذي أثنى الله عز وجل عليه وذكره ودلنا سبحانه على أنه من الأسس ومن الركائز التي بها نجاح العلاقة الزوجية واستمرار السعادة في الحياة الأسرية. نسيور ذي الجمعة يعذون خل موضوع عن المودة، وننبي أن المودة هي ذي المحبة. من تعنى المحبة؟ وهو أن يحب الرجل زوجته أو زوجه، وتحب الزوجة زوجها. أذي حبا يستمغى النس أتحب ثمغى ثايز النس باش ذيري جنوع السكينة لثداث أتيني المودة بين الزوجين باش ذعيش نثارة وتكيشن الوسط مناسب ملائم. أحس سجن السكينة رنذني أدنش أنكيشن البيت لسجن نوع طمأنينة ذلي استقرار السكينة الفؤاد. ولذلك النغم أيها الأحبة الفضلاء بأن الأسرة ذي بيت الزوجية ذي العلاقة الزوجية، ربي سبحانه وتعالى يأكد ذيس خل مسائل العاطفية، خل مسائل الوجدانية، خل مسائل الشعورية. ولذلك ذكر السكينة وذكر المودة وذكر الرحمة، وذكر الرحمة ودي ذا بو العقل ذر فهمت ذر قفازت تطولانتيت نغتش نحشت نظنيت ميمي، لأن مين يتحقق فعلا السكينة ذي البيوت وهو المودة ذي الرحمة. معركة غذ العقل يغين فعن ذي العلاقة الزوجية الزغة تنجح الأسرة، الزغة تستمر السعادة، الزغة تحقق إرينا نغربي عز وجل سحراتي ودرع قرط لمار المشكلة ون إخسايا زديري عاقيل بمعنى فهمت أني تورنشين ثم غاد كذلك إخستيري ذكية أتيري فطينة أتيري 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 أتيري. وهذا طبعا لا يستقيم، والنبي أن يشهد لذلك الواقع. كم من بيوت أربابها وأصحابها الزوج الزوجة من أعقل الناس ومن أذكى الناس ومن أفطن الناس ومن أنبغ الناس، ومع ذلك تفذي وضنغ القضية الطلاق ذي الفراق الشقاق. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا في بيوتنا. وقفتنا اليوم أيها الأحبة الفضلاء مع خلق آخر ذكره الله عز وجل في هذه الآية، وهو خلق الرحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة. الرحمة هذه الصفة سميها الرحمة، سميها الرأفة، سميها الحنان، سميها اللطف، سميها اللين، قد تتقارب هذه المعاني، ولكن أحيانا الكلمة تكون واضحة والمعنى ديالها بين وما تنحتاجوش باش أننا نقوله ها الرحمة اش تتعني واش تتعني وها الأصل ديال المصطلح. هذا مبحث أو موضوعه مجال آخر. اللي تيهمنا وهو أن الإخوان كلهم الحاضرين خمني إذا استقاد الإنسان يخسد يستيري على الرحمة المرأة خص تكون فيها الرحمة في العلاقة الزوجية، وتيفهم شنو هي الرحمة، تفهم بهذا الإحساس وبهذا الشعور ديال الرحمة اللي ينبغي أن يكون حاضرا في العلاقة الزوجية. والرحمة أيها الأحبة في الله من ركائز الدعائم الأساسية لنجاح الحياة الزوجية. احنا غنهضروا عليها ونهضروا على بعض تجليات الرحمة. فين غتبان الرحمة؟ في المعاملة بين الزوجين. الرحمة صفة من صفات الله
والرحمن الرحيم من أسماء الله عز وجل. احنا هذا الشيء عارفينه. الرحمة صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. الرحمة صفة من صفات المؤمنين ومن صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اللي قال لنا الله عز وجل أشداء على الكفار رحماء بينهم. الرحمة بها نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، يقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والرحمة بها نجاح العلاقة الزوجية الأسرية، ولذلك قال رب العزة سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. لا تكفي المودة في الحياة الزوجية، بل يحتاج الإنسان مع هذه المودة الرحمة، أو قل عندما تغيب المودة في العلاقة الزوجية تحضر الرحمة. شحال من بيت لا يزال قائما، ما زال الزوج مع الزوجة عايشين ومعهم الدراري ولادهم، والرجل لا يحب زوجته والزوجة لا تحب زوجها. كم من بيت العشرات المئات الآلاف، العلاقة لا تزال قائمة بين الزوجين. ولكن إذا ما اطلعت على قلب الزوج تجده للزوجة كاره، وإذا ما اطلعت على قلب الزوجة تجدها للزوج كارهة، ولكن ما زال علاقة مستمرة. علاش؟ كين الرحمة. قد تكون رحمة الزوج بالزوجة لين يعيزني صباري دمغاثي استحملي تقارشي ومن يتغسك أتضيع غوة هدعة جغذين حياة الناس وغاس وغغضح ببس يموت يمس تموت يتمس مار مرشن شعيش غاكيس قطراعي لا شاق تلوى. ولكن وزمات بعد رغذي الحياة الناس يمس يحنجان، وزمات حرم غصة ونس، وزمات عجق كين الرحمة ديال الأبناء. كين الزوج اللي صابر مع زوجته على شي قراشي وها ونغمني غارحن. إذن شنو اللي مخلي الزوج مجال متشبث هذه الزوجة ولا يحبها وما بغيهاش وكرهها ما تحملهاش أو هي ما حاملهاش؟ وكين قراسي حنجاني نوز ما ديس نسمح غد ذي مرشي غسنة بعذر نضيعا صابر. علاش؟ كين خلق الرحمة حاضر. أو الزوجة أيضا تصبر لزوجها، الزوجة صابرة مع الزوج. علاش؟ رحمة بصغاره، رحمة بالأطفال بالدراري. هذه الرحمة خلق اللي احنا نحتاجه في الحياة الزوجية، ونحتاجه بين الزوجين بالخصوص. بعض أهل التفسير من اللي تيجيو تيهضروا على المودة والرحمة وجعل بينكم مودة ورحمة، قال بعض المفسرين المودة هذه في بداية الزواج في الصغر، اللي تيكونوا الشباب اللي مزوجين ومازال عايشين حياة الزوجية واللهو واللعب وكذا، تيحتاجوا إلى ماذا؟ إلى المحبة. من اللي تيوصلوا لواحد السن تيكبروا تيشرفوا يحتاجون آنئذ إلى الرحمة. تمغى تعجز وتزماشا، ينبغي أن يكون الرجل بها رحيما. آيزي وسايك مرويز مالي نهز ويز مالي كا يحتاجوا تغي كربا، يحتاجوا تغي شنكس موامان، يحتاجوا تغي بدران، يحتاجوا تغي سيادا. يحتاج الزوج من الزوجة إلى الرحمة. علاش؟ لأن كاين واحد العدد ديال الأزواج اللي حياته كلها وهو خدام على الأسرة، وهو تيدمر، وهو تيجيب طرف ديال الخبز، تيكبر تيشرف يوساين قايد داكور ويز ما شاء. ثم غاث النس مازال قد زمار، مازال المرأة قادة باش أنها تقوم بهذا الزوج، ومع ذلك تهمله. طاح نطاو نسى الزونس دخدان نغاز زونس دويت غيسين نغاز زونس من يتغكن، لأن المرأة لم تكن به رحيمة، لم ترحمه. طاح يمشى مرحماتش هذا الزوج اللي ولا عاجز، أو العكس. أحيانا الزوج تتكون المرأة عاجزة فما تيرحمهاش. طبعا باش تستمر الحياة الزوجية ويكون لها طعم ديال الأسرة فعلا، ينبغي أن تكون الرحمة حاضرة. وبعض أهل التفسير قالوا إن المودة تكون في السراء وإن الرحمة تكون في الضراء. ملي تنكون مزيانين هانيين عايشين ترونكيل، أنا إذن تتكون المودة والمحبة بين الزوجين، تجي بعض اللحظات ديال الضراء ديال الضيق ديال الشدة ديال الأزمة ديال المعاناة، يحتاج الزوجان إلى ماذا؟ إلى الرحمة. يحتاجون أنا إذن إلى الرحمة. وطبعا الحياة الزوجية أيها الأحبة الفضلاء لا تنجح. ومعنى النجاح ماشي قاين بجميع النجاح، بعنا كاين واحد الجو ديال السكينة. البيت الناجح هو البيت الذي تحضره السكينة وفيه صفات المودة والرحمة. ليس كل بيت قائم بيت ناجح، ماشي كل بيت
للزوج والزوجة عايشين وما زال مجموعين راه بيت ناجح. أبدا أبدا، إنما البيت الناجح هو اللي تتكون في هذه العلاقة ديال المودة والرحمة وتتحقق في صفة السكينة التي أخبر عنها رب العزة سبحانه. فالزوج والزوجة الناجحان، الزوج الناجح والزوجة الناجحة، هما من تحققا بصفة الرحمة. بعض الأزواج لا تلقى منه الزوجة إلا قسوة للأسف الشديد، قسوة في النظرات. كاين بعض الرجال اللي قاسي، قسح يقسح حتى دير خزرة في النس، راه النظرة معبرة، النظرة تعبر، نظرة التفاؤل ونظرة الرضا ونظرة السرور ونظرة الفرح ونظرة الثناء هذه باينة، ونظرة الاشمئزاز ونظرة الاحتقار ونظرة الازدراء ونظرة التعنيف. كاين نظرات لتعبر عن معاني كثيرة. كاين للأسف الشديد بعض الأزواج الذي لا تلقى منه زوجته إلا النظرات القاسية. كاين شي نظرات لتتحطم الإنسان، كاين نظرات التهديد، نظرات التوبيخ، نظرات التقريع. قس على ذلك من المصطلحات ديال التخويف. غيب النظرة، غيب النظرة، هذا ليس من الشرع ولا من الدين في شيء. أي نعم، قد يحتاج الزوج أحيانا إلى مثل هذه النظرات، قد يحتاج الزوج أحيانا إلى هذه النظرات لغتبين عدم الرضا، ولكن ما ينبغي أن يكون هذا ديدانه دائما. ربدا ضمن أقار، ربدا عبوسا قمطريرا، ربدا ربدا، فوقاش يضحك، فوقاش يطلق شوية الأسارير ديال الوجه دياله حين يخرج من بيتي، من بيت الزوجية. تحتاج هذه الرحمة في بيتك. الأب الرحيم هو اللي ملي تيدخل الدار أولاده تيفرحوا به وتيجريوا عنده، هذا هو الأب، هذا هو الأب. الأب ذو النخمين دياز مثوه انت الدار فما تفرح يا قوحت، ملي تيفتح باب الدار دراري أولاده تيفرحوا، تفذميس يعرف تغاسي تزر، يتجيس يعرف تغاسي تزر. الأب اللي ملي تيخرج من الدار تيفرح أولاده تتفرح مرته، هذا راه ما محققش السكينة والرحمة في البيت. ما رخ من يتفقد زيت الداخل خلني تعرى النفس مغار، عرف بأنك لم تتخلق بخلق الرحمة، ما عندكش خلق الرحمة تمام. والعكس أيضا، داكشي اللي كنقوله على الرجال تنقوله حتى على النساء، ثمغار إذا جا الرحمة والثمغة يخمني دي ترق وحوايز غس الداخ يتحس السعادة ذرفرح، ثمغة يتجوايز النس ويتخصبو دي أقوح غذا الداخ ما تيبغيش يجي، ما تيبغيش يجي. علاش؟ لأنه لا يلقى منها إلا قسوة في النظرات. تالمرأة تتشوف الرجل نظرات ازدراء واحتقار واستهزاء وتنقيص وتوبيخ وتقريع وما إلى ذلك، هذا ليس من خلق حياة الزوجية في شيء. كاين قسوة في الكلمات، كاين رجال وكاين نساء، اللي يا ربي السلامة يا رب، في الكلمات، في الألفاظ، في العبارات، السب والشتم والقذف والطعن حتى في الأنساب. كاين رجال اللي تيوصف المرأة ديالو بوصفات أو بصفات ديال الساقطات، كاين رجل اللي تتوصل به الجرأة والوقاحة باش أنه يطعن في النسب والشرف ديال المرأة ديالو. أسف شديد، للأسف شديد، وهذا واقع، هذا واقع عند كثيرين من الناس. كاين الزوج اللي في لحظة الغضب والانفعال مع الزوجة يسبها ويسب ذويها وأهلها، وتجي تذوها أنت الجدارة نزل بابا زلي مزلي السمس قاعدك الشي العائلة كلها والتصيلة والجدارة وما عرف شنو، فين غادي فين غادي فين غادي فين غادي. هذه القسوة في الألفاظ والعبارات، هذه القسوة في الكلمات. ولذلك جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. قسم غادي يمكن تتخلل، يمكن تستعمل معها أحيانا اللفظ العنف يعني اليدوي وتسمح ليك، ولكن كاين كلمات اللي تتبقى وتيبقى الأثر ديالها في قلب الزوجة اللي ما غتسمح لكش عليها، وهذا اش تسميح شخص أبدا. علاش؟ لأن الجرح غائر جدا، الجرح غائر، الجرح ديال الكلام صعيب. ولذلك الإنسان يزين الله عز وجل من اللي تيقول لنا وقولوا للناس حسنى، للناس وأولى الناس بالحسنى ذويك وأهلك وقرابتك، أولى الناس بالحسنى، قولوا للناس حسنى، خياركم خياركم لنسائه. المرأة تحتاج منك إلى ماذا؟ إلى الكلمات الطيبة. نفس الشيء، نفس الشيء، كاين مرأة أيضا اللي قاسية
في الألفاظ والعبارات والكلمات التي توجهها إلى الزوج. أنت مغارين تسورك وايا زنس أخميت تسورك شاني جن أخميت تسورك لو خدام شكماذا يا شكذا غيور وها شكوات عني الدوالو شكا شي مرفاض شي ألفاظ وشي عبارات لتتقولها لمرة للزوج تتحطمه تماما. ولذلك ينبغي أن تراعي الزوجة ويراعي الزوج لسانه اللسان وزن خاصة في لحظات الانفعال ولحظات الغضب. هذه أيها الأحبة في الله هذه القسوة ديال النظرات وهذه القسوة ديال الكلمات هي سبب خراب البيوت. كاين قسوة في المعاملات التعنيف والضرب واللطم. خلينا دابا داكشي مراتب كاين اللي غيب العينين تي قاسي كاين اللي بالكلمات ديالو قاسي وهذا أشد وكاين اللي قاسي حتى في الضرب ديالو عمود صباح وعشية على سبة ومن غير سبة الشهوه. المهم حتى الشاذ اخمي مرش ساكو شقي الترينار صافي لقاي فارغ ربخت مغار خيت نهار مزوارو صباح ثروت روح غير بيت ذورتي والشمس وموح صراحا خياق نعاود يوثا اعتاد الضرب الفه انه معمود صافي ولف الضرب ولف الضرب ولف المراه تصبر لان لربما ما عندهاش لمن تشكي وما عندهاش لمن تبكي وغاسماني غثاق وحدي انتي مغارين مرشنت بابا سي مثث مثث مغاثي مازن تحنجات تموت بابا سي قذا مغاه النظمي ثمغا تاز وطلق والزعيم شا والزمة شا ميمي ماني غذا أمغا بابس قرص اللهم تتجغ ذا ورد تجغي خفي نوذيها أصباغ ذا ورد روح غذا تجغ حياتي نوذيها تبقى صابرة مستحملة والرجل تيستغل هذا الضعف تيستغل هذا الضعف المرأة تيبقى يتكرفس عليها ويضرب فيها وكاين رجال اللي ما تتهضرش مع المرأة تمام ديني وذني قرش اش ثم غادين اش واكيدي تنيقي اش قاع تمام اش عما ثم غادين وذنق شاين اش مين غايني غذوني قوان اش ثم غادين واكيدي تنفنف قاع ام والله يريم اش ثم غادين واكيدي تنفنف لا يا زيت من تذاي غذا مغادين واكيدي تنفنف ايه ودي قد شاهيش قواكيش تنفنف شامش قد شاهيش نهار قش دايره تمشد دور الدموش نهار الزمات تمشد هرشد نهار تبدل خيران تمشد تردي الكاروت نهار الكواسي تمشد تردي الغمار خمين غثير تردي الغمار تنفنف تزفزف ترفرف تنبت راسك راه ماشي هذا هو المنطق ديال الحياه الزوجيه. انما الحياه الزوجيه قائمه على اساس ماذا؟ الرحمه قائمه على اساس الرحمه. ذاك المنطق ديال المراه ما تتهضرش معايا. عمر رضي الله عنه راجعته إحدى زواجاتي فنقشيتي شتنزي الزواجات عمر رضي الله عنه عمر اللي كان الشيطان تيخاف منه تمغى هنس نقشاكيس يغضب عمر يخيق أمي وفد نقشاكيس تارك كثوار يغضب عمر فن الزوجة أو ما تحب أن تناقش أن تراجع أنت وإن ابنتك حفصة لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوكيش تنقش انت يجيش حفصة تنقش النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تناقشك يا حفصه تهزوا هذه الحياه الزوجيه هذه الحياه الزوجيه نقول لك وتقول لي نرد عليك وترد عليا نتناقشوا في الامر نتبادلوا فيه الاراء قنعني ونقنعك نهار اللي نوصلوا للاصوب والاصح والاقوم والاعدل ناخذ به وليس عيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائد الامه ياخذ براي ام سلمه في ماذا في صلح الحديبيه في شان من شؤون الامه في واحد الشأن من شؤون الأمة يكسس الرأي انت مغاث الزوجة النس شين فارس ويكسر الرأي انت مغاث ديوان أدناش مين داس غيني وزجي في النسة في دياول مين داس إنه وزجي في النسة فيك مين داس نثقي وعث النسة فيك هذا من سوء أو من سوء المعاملة في الحياة الزوجية وهذا يثمر عداوة وبغضاء. لأب الناجح أيها الأحبة في الله هو الذي يراعي يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وهي كلمة بليغة منه يقول لزوجه إذا رأيتني غاضبا أقش القاعدة إذا رأيتني غاضبا فرضني وإن رأيتك غضبا رضيتك وإلا فلن نصطحب. إن اسمرت في ذي خيقة ساضي رضيني شن مارث عايزي تخيق انت قيت عصف انت قيت صغيون يحتاج من الزوجة أن ترضيه صاغة ثم غاد وكسك عذر الشم ما تطلعيش معاه ما غيطلع ليك والو وشي مرة المرأة ما تكونش مزيانة تتكون هي غاضبة تيري ثم غاد تخيق قرسي قرس أبو الدرداء خمني غذيري شم تخيق ملي تكون انت غضبانة أنا نرضيك نشاش مصادق ليس عيبا
ليس عيبا أن يرضي الزوج زوجته أنا نرضيه، وإلا فلا نصلح نقوان قواشا ما غنصطحبوش، يعني ما غنستمروش في الحياة الزوجية وانسي غشا. ولذلك البيوت اللي مازال قائمة ومستمرة رفيها هذا النوع من الترضي بين الزوجين، ولا يسبو المشكل مرثا مغاثي يجوه ما ثقا يزيد، معليش ويسبو المشكل مرثا قيت يزيد. بهذا المعنى مكيش مشكل مرة غاضبة منفعلة متوترة قلقة تتوزنش اش كتقول، طلع في السماء هبطنت. ليس ذلا انما حفاظا على ماذا؟ حفاظا على بيت الزوجية. جي نهار اخر انت غتطلع بدا تغضب وتغوت وتزقي المرأة تودا غاثمات، اللهم الا شتيها دائما خصك يزيد عاود خني قهوه تيريبو تيزيد شتيني غني. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فانت العز الاكرم. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الملك القدير الغني عن الشريك والوزير المنزه عن الضد والند والشبيه والنظير، نحمده ومن علينا بنعمة الإسلام ونشكره أن جعلنا من أمة خير الأنام، ونستعين على قضاء حوائج الأيام ونستغفره من كل ذنوب والأثام، ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا سيد الأنام محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. إخوة الإيمان، لحظة الغضب إذا طال فيها الاحتكاك يصل الأمر إلى أمور قبيحة، هذه قاعدة. ما عمر تحاول انك تحل المشكل اللي بينك وبين الزوجه في ديك اللحظه ديال الانفعال والغضب. لا يقضي القاضي وهو غضبان، علاش؟ لن يعدل في القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم تيقول القاضي ملي يكون القاضي غضبان ما يحكمش، عنده ملفات عنده قضايا وخارج غادي العمل ديالو وهو منفعل متوتر غضبان طلع عليه الدم، ما تحكمش في الملفات. علاش؟ لانك قد يحملك الغضب على شيء حكم اللي غير عاد، يحملك الغضب على أن لا تكون عادلا. احذر، لا يقضي القاضي وهو غضبان، ماشي بالضرورة مغضب المتهم، جاي غضبان ما غيكونش عادل أبدا، ما غيكونش عادل. حنا تنعيشوا هذا الشيء، شي مرة تتمشي للخدمة وانت طالع عليك الدم، تتفرغ داك الشيء في شي تلميذ الله يسمح لينا وليهم جميعا، تاري تفك تخشاني جن تتلقى سبل شي واحد تتقول لي خاكي يعزو، تتفرغ ديك الشحنه ديال الغضب عاد باش كتبرد، عاد باش كتولي انت هو، وعاد باش كتستمر. علاش؟ الغضب له اثره، الغضب راه عنده تاثير ديالو على الانسان. ولذلك المشاكل ما ينبغي ان تناقش او تحل في لحظه الغضب، بدل ساعه كما كيقولوا، بدل ساعه اخرى. من الرحمه ان يقدر الزوج جهد زوجته وما تبذله طوال اليوم. كثيره هي المشكلات التافهه، وهذه جل المشكلات. أنا أجزم وأقطع أن جل المشكلات التي بلغت بكثير من البيوت إلى الطلاق مشكلات تافهة تراكمت وحدة مر وحدة تولت قنبلة كانت سببا في خراب البيوت. قليل فين تلقى شي مشكل اللي يستحق الطلاق، قليل نيشان يطلقي ثمغاثني ثمغاتاز وطلق سكوايز، لان يعيزه في غير متدين غير متخلق، ما مربيش، ما فيش القيم، ما فيش المبادئ، ما تيجيبش الحلال لولاده، ما تيحرصش تيطوي وتيجمع كي الحلال كي الحرام، الا ما رحم ربك، الا القليل. نفس الشيء ما يقال على الزوجه يقال على الزوج، الا ما رحم ربك الا القليل. ولذلك معظم المشكلات تكون تافهه. نعطيكم مثال بسيط، حال من المشكل ديال الطلاق بسبب ان الزوج يلاحظ على زوجته في اعدادها لطعامه. شحال تذريني وضن ثمغارين غطلاق وانا اعي ما اقول، علاش؟ لان ذا حنجات مسكينه ثمرش ثلوزات الماكله تعيب خسوايز نتعيب خس يماس علقت والدين شني وذان، سبحان الله العظيم. هذه الشذي قهمشيني ثعلو غاس الزج ثعلو غاس المجاح ثعلو غاس السكوى هذا النوع. ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإذا كرهه تركه. النبي عماس ويعيب شن المكلة، عماس النبي ويعيب شن غنغي عايزني تعيب صفحوش آتي ذانستاس يخسى شوي سكوى في وشاء ضميزير يعذو غاز سكوى ما ميتا خسى سمجاح في وشاء ذعذو غاز سمجاح السعذو دي سزشت رمى أخوة جيبو يمو. المهم هو راه عنده داك الشيء، نسأل الله السلامة والعافية. طال مرة كي طيب القلب ديالها
فهم غادي تنور نستازق شكون ما عيش غكوني تقدرش علاش لان الشيطان ملي غتجلس هي وغتبقى مع راسها غتقول شوف كا غا 8 كي غا صايق يرف اسك غير خدمت بلا نشا غا استقمي جات الروض نسقي خدم صبانه قاعد غفساخ سيق كي غا سيحن جاديش جمع غثاس السوث صبن غثيثي سونتاوين نضاغ من غير شمش نادي شمش فاضغ جمع غفضغ كي غفعرغ ساس غا سوجد غا صرف الوزير صباح خوز جيف الخوز دي قريت تمسست خوز دي قريت تنجحت خوز دي قريت حما خوز دي قريت شحال تدريني من غنميخ سبب المشكل قرا سوايا زين مامي تتحما من نغم اما النغم نشي تعجيب اي مامي تسخ سياس قبري دغي سنذي اللي تسخ دغا 12 توريت ما قدير حق سنذي رنش غا 12 تيري غدا تخسغ غا مامي تتيري تسمى ذا مغادي خسي تعري قلا يخف النس لقل 10 طاحت سخسي باش ما يغفرش ما يسمعش تمام صلى الله عز وجل أن يغفر لنا ونتزوج عنه. ومن اللي كنسمعوا ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ما يمي. علاش النبي ما عمر عيب شي حاجه ديال الماكله؟ إين اشتهى فعجباش الشواش تعجبك. صافي. خلاصه علاش انت غتخلق مشكل من الماكله؟ علاش؟ علاش انت غتخلق مشكل على الطعام؟ علاش؟ علاش انت غتوتر العلاقه؟ بسبب ماذا؟ بسبب طاجين ديال الماكله. علاش؟ علاش؟ فين هذا الفقه وفين هذا الفهم؟ طبعا الإنسان لأنه لا يفقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. مين دي اسمره أني تبارك الله عليك؟ مين دي اسمره أني سيد عبيش مغي جازان؟ مين دي اسمره أني سيد عبيش مغي حفظن؟ مين دي اسمره أني سيد مغي سبحان الله العظيم مين مت كذي تسيد ميزي؟ مين دي إينيوة أشتر مذاب شيش غيس شنان مين دايس مره كديش التعليق يصبح نغس نذري كومونتي غادي فيسبوك جيم 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 أمو نيك ثامو إذا مغان خميد غسا سمامي تاني تقرب دي تبصي شقا سامو شقا زيم عيش غادي كخاري عايشين غير في الكدو أفعرسة المني مغرش الحش جيم 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 دير شوية جيم في الدار دير شوية جيم أجمي دير شوية جيم في الدار دير شوية جيم عيش الواقع خطيك من العالم الافتراضي عيش الواقع عيش الحياة مش قرأ شي حاجة ديني وهو في الدار ديالو نيغم يزم مهما بسي أكذيها واللي يتذكر مرض التعليقات تعرف يعلق على الناس ولكن باش يعلق على شي حاجة اللي وقل لعبادي يقول التي هي أحسن علاش إن الشيطان ينزغ بينه إني جمع ورد سبحانه قتلني جمع ورد عفان الشيطان ديال فذا سي عما يزجي في دمغات مارث روح شيشان تبوه هرشت أخس تكمر مارث روح شي بابس بابس تغى توجب صاحب عقل أخس يفغ مارث روح ثلو ياسيما سيما ستغى شوي عاود تعيسا وشت أتفاد جدير حياة الناس مارث روح ثلو غي خدشيس خدشيس تغى زيث إني تحبا المشاكل أتثار روين أرضي ثلو ذات الناس إيوا وزنش ويش كتكون من الرحمة مراعاة حالات التعب والمرض فلا يطالبها بما لا تطيقه ويصبر على مرضها. مرات تكون أحيانا مريضة. يقول البخاري في صحيح يقول ابن عمر رضي الله عنه إنما تغيب عثمان عن بدر وعثمان لم يحضر في غزوة بدر ما يمي. يقول ابن عمر فإنه كانت تحته بنت رسول الله تزوج جسم النبي عليه الصلاة والسلام ونستن بأن عثمان تغغس نيزكسيس النبي صلى الله عليه وسلم ذو النورين رمي تغغس جسم النبي عليه الصلاة والسلام وكانت مريضة تغثهرش كانت مريضة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وساهمه غاك راجا نوي حضان دي الغزوة مش من غيق عثمان هذه قيمة كثم غاها نستهرش ما نستهرش أخمي حضان دي الجهة شنو فارس تم غادي كلينيك انت ديال القهوه دير خو تيليفون قيس كيس ديال الواتساب ديال الواتساب نخذ العلاقه عن بعد تواري علاقه عن بعد ما خصكش باش نحس كي ديال الواتساب اجلس اجلس قيم شكلي كلينيك سند شكلي كلينيك مين دايس ما مي غاتجيش كي ماس ني غدوت شماس ني غدخات شيك انت الا عندك وقت جلس مع مرتك في ديك اللحظه باش تحس انك مهتم بها
قسم غفوش تلقى والو ثم غتلقى تقيم يما ساكيستسن ساسيعجبر حرات هارد اتغزي غمستر الجوجر ثلاثه انا هذه غتمخيق ما شتيني واه واه نهار نجي تجي لي كلينيك مري واحد جدي يما كيسنسن اش كثر واحد كيقري نشقى والطريد رخبان شفت حنايا عديس فتح حنايا كيناي هذا والو هذا والو شنو غتقول لي مين داش غاتيني اش غاتيني عثمان تغيب عن الغزو قال لي النبي راك بحالي لحضرتي في الغزو في الجهاد علاش لانه جلس مع امراته النبي صلى الله عليه وسلم وحنا تنعرفوا الحديث في صحيح البخاري ملي خلى عائشه رضي الله عنها تنظر الى لهو الحبشه وهم يلعبون في المسجد الحبشه تيران ديال المسجد تيلعبوا بالرماح في الجامع وعائشه تتفرج والنبي يسترها يتساري تجي تتفرج علاش رحمه بها رحمة بي وتقول عائشة رضي الله عنها حتى أكون أنا التي أسأم أرغم الغنش إتشتت فارج أرغث من لتة حتى أكون أنا التي أسأم فاقدروا قدر الجارية الحادثة السن أو الحادثة السن نس عائشة كثر حساب تحنجة تمزيان ما معنى اللي مزوج بنت 30 وبنت 35 وبنت 36 وبنت 40 راه ماشي اللي داي بنت 17 18 19 شما راه فارسين بتحنجات تحنجات تمزيان 17 سنة 18 سنة خص التربية نتقنشين الطريقة يزين تمعمل كيستيثنا غطي حنجيرين تمزيان تمزيان سان شن حوايج تم قرانين لشان المسائل ولكن دي الحياة الزوجية مازال ما عارفة والو مازال ترمل شحال من حدا تطلقات عاد باش عرفات شنو هي الحياة الزوجية شحال من وحدة حتى وصلت للمحاكم باش عاد عرفات حق الزوج شحال من وحدة كانت كتنادي بالطلاق ولا تتقول راجلها الريوة الريوة مين تخصد ديري شحال من وحدة كانت تطرد الهضرة وتتخان مع الزوج حتى وصلت للطلاق عاد باش ولات كتزاوج غير تقاس مع راجلها مهمي تغواسين تغواسين خاطر شي سنيد غوتي قاند عندي سنيد وتما سنيد كذا نهاومي تصادي برا واثو في هذه الجنس اسمه خاطر شي صاق وحغا صاونس تتبوا الشكي مثقيم وتما صاق وحغا وهاي الناس يما سقدر هاك شغل الناس ايوا زيد قيس على ذلك ولذلك الانسان يراعي يراعي انت ملي دايبا صغيره وزن وزن السن وراعي 15 واجب 16 16 واجب 17 17 واجب 18 18 واجب 25 26 واجب 29 30 واجب 45 تتوزن تتوزن وتتراعي كما كان يراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم سن عائشه رضي الله عنه لان التمزيان تغيتي الشسر وقت تجي تتفرج رحمه بها صلى الله عليه وسلم من الرحمه ان يراعي الزوج ايام حيضها او نفاسها او حمله المراه في الحالات ديال الحيض اللي تتكون المراه حائضه كثير من الرجال هادشي ما عارفوش ما عارفوش واش السن بان ثم غتخمن التيري ديال الحاله الحيض نخمن التيري ثم غادين مرحله النفاس طرو ثم غاد ولدت المراه وجاتها المرحله ديال النفاس او ملي تتكون المراه في حاله الحمل كتكون متوتره نفسيا والتيري بنت ما تتكونش حاله طبيعيه ما تتكونش المراه في حاله طبيعيه الشرع اسقط عنها الصلاه الشرع اسقط عنها الصيام وتقضي تقضي من بعد علاش الحاله ماشي الحاله الطبيعيه ديال المراه الحاله ديال الحيض حاله بوحدها الحاله النفسيه ديال المراه في هذه المرحله حاله بوحدها حتى الطلاق في المرحله ديال المراه الحائض فام غاض حائض يقرت وايز انت طالق عده الفقهاء من انواع الطلاق البدعي وذهب جمع من الفقهاء الى انه لا يقع وهو الذي اختاره ابن تيميه وابن القيم يقول لك ما يتحسبش الطلاق علاش قرش تم غادي الحاله النين الحيض جن حاله متوتره جن حاله وتجيب اخرى خضع نس كذا خص يراعى ينبغي ان يراعى هذا الامر ينبغي ان يراعي رحمه هذه الرحمه الشرع من اللي قال ليها انت ما تصليش انت ما تصوميش شمذي مرحله النفاس وتزميش ها شمذي مرحله الحمل غاماسيمي بودات شدار رمضان وزما تزاد السوب تزاد السوغيمي شويه يتخفف خاس شين للاسف الشديد ديني عايز انت ما غاتش تدي سف اه كاس وجدي كاكايد كاس سيد كامين دام غيوقع يمات يا حما بيتو غا اما شنو غتصبات غيبا ماشي كافس خاس اه اما شمرت وتستحمل اه اما شمرت وتسكت كخف الناس وتجيبوا اي وحده سنيد يما 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 اش غاسج التربيه وحدس يما اش تعيش كيش البيئه كيش الوسط وحدس يما اش تغات تصب من سيفاس الناس تجفف سيفاس الناس خذ ريغونا مصبانا ماشينا كوريجن ضد الظروف الناس كوريجن ضد الظروف الناس ينبغي ان يراعى ينبغي ان يراعى ها ينبغي ان يراعى ثم غاخ من يتيري دي تجي سي كي هرشن اي هو يجينو كيما يجينو وتحاشا يجينو ساسا يجينو اشخا ما يجينو بعدا يجينو وتزما ذا يجينو اسيمين ما يو عدي سن ما يو خميني تيري التسريفي وكامي وكامي شميو غنا مي تبغي خسان خسي شماتو يو خسيت قعدة الدروج تتقعدة السيمات تسهوي ذا باوي تانا انا نوضي هذيك بنت ميدن هذيك جسم ميدن واذ
هذا الواقع، هذا الواقع. لا يراع، يراع المرأة اللي تكون حائضة، اللي تكون نفاسة. هذه الأمة قد كان قارث واتي خصم قارين قارث خيس سيثنغ خيس سماثنغ خعوان تيثنغ خوات شيثنغ تقمر. هذا حق الأمهات النغمارة، هذا حق ديال الأمهات وديال الأخوات وديال الخالات وديال العمات، هذا حق ديال أي مرأة. امرأة ينبغي أن يعلم ويعرف. هذا شيء كاين الرجل مكي ويسنجا بخستيري حائضان يغني ثمغات غاسة سيمي وتجيبو ثمغات وغاسة غير في النعاس، غير في النعاس هاو يدخل شي نخمني تيري ثمغات غاسة ميس تيفيق بالليل تيبكي خصو يرضع خصو يصلي الطف خصو ياكل قاش قاش قاو تعرف بيش نغلي هلا يشاق مين داز غير وقع ثم غاثات كات السيح ما تير مقص وجدي ذات الجاغيني غت تفغاسة السطب يتوي تيضس تقول خص تستنغ ذي سامنو سوش بغاتوي احن جاي صغوي ودير تكمر ارمي ذرف جا ارمي ذرف جا ايقت صوح جاي تصنغا شكات تصدن عما سيدي الجيون التغبير شان ما رفع الخمين اذا نغتك عز عفقا وتجي في نحار تخصون تاني انت بتدربيت توري لان من ديكاريت بتدربيت باش يتسمى صدعني انت وثي حديث تصدعني وثي حديث ما بحتاج ذاك الغوات كله عنده ما يدير بي روح ذمي مش مثي تيجي لي وقاش مذين جاوني من الطاو ها عاد مروي كي تزاوى مليح كاين شي رجال اللي حتخصون تاني وصح باغي يجي وحنجارة نتصعد ما غادي ويدي تزي السوق ها صغير يتزي المحطة ذميش ابو يدي ابو كاش اش ذميش ها ذميش اصاحبي باغي يجي قانت يجي قانت ها وينوض مع السبعة ولا مع الثمانية وكا كاس مش ديشوين وحيق والله ما تسلحيه والله ما تسلحيه انت شايف المرأة بيتها فايقة مع الدري اش تخزها الديس سنس فاقك ذو حنجا تهزو ضايق تهزو ضايق وزما تهز تمجج وزما تكيث كيسو قروم وزما تفارغ زشتة تستسند ها وزما تستحمي ذر كاسو والو سماش كذا هي زيت سماش اه سماش كذا هي وزما تحت كذا 20 درو تعيق الديبار وزما ما قادرش قادرش انت تزوج الفرق. لا شي غنغديك انت اعتبر ديش النوع عند الانتقاص ديال الرجوله تما خمين شو تجيبو ضعيا زعما رقي غايقني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في خدمه اهله يكنس داره يحلب شاته يخيط ثوبه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله كيطيب بيديه كيخيط بيديه كيحلب الشات بيديه يكنس ويفارض يفارض تدا في النس وفوس النس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدش بول جمعيه الحقوقيه حدش السنه النبي عليه الصلاه والسلام فقط ما محتاجش شي واحد يعلمنا كيفاش نتعاملوا مع المراه وحقوق المراه كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفايه نغي كفايه نغي النبي عليه الصلاه والسلام كيدير داك الشبيت شنو فارس حنا لا حول ولا قوة إلا بالله قول الله العظيم ذا شل أمثيلة مرني خنتي دياغي مثلا جيت ما وات مجري وذ وات الطعم طعق وحدا ذا شتب العغانة زكو ذاني تحسب بني تايز تعتبر منيني تايز تسمى تقني تقذ الرجولة هذا من رحمة الزوج بزوجتي من رحمة الزوج بزوجتي ايوا ذن مساكين عايشين ديال البساطه عايشين واش تغي يتحين نخدم غا الناس يتحاور خاص ها آه شوي شوي خاص قابلتي هي احسن تغي جن جن خش جن انا مس حساب تسمى ما يقال للزوج يقال للزوجه من رحمه الزوجه بالزوج فمغى اتحاور خويا زنس الا تكثر عليه بالطلبات مما قد يثقل كاهله من شنت مغارين صغاق انت يا زنسنت دين شنت مغارين سبب بنتي يا زنسنت في الديون ارمي ذور ويا زويز ما ينهز وزما اوتف شن مارت قرس يما زني وخر شي سجل اجري يعذر مني باش واي تنض تجي في النس هذيك شن حاجه تو تقني خوش الناس فهمت وقيد ما يسمع وزناني يا اجري غاق ما وز قا يوم شو من يا زن قاد الجو انا ذا سنتبان قا جز ادي قمر ذبان ذا ستبان واخا وغاسي تيري فرانكي أمر ثبانس ثبانس دوها أخا وتجيبو الدين تغيس من عن وتجيبو الدين تغيس الشرن كين الإنسان اللي مغرق الرجل ديالها مغرقة جيب 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 كثرة الطلبات شوية تحاولي على الرجل اللي عنده لبس عليه تيكرم تيجيب لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه كين اللي على قد الحال فتغت النوها الأجرى النوها المنضى النوها ما قادرش ما قادرش ويز ما شاء مين مي خاص غير في كتا دو مروا ستي وي دخل كتا غوي قنبان الرهم ارغى في حضر ذا ستا وي دخلني غا ضحش خلني اين غايك ستا حشتني غايس غص 8 مين زايس غايك ويغرق هو وهو يغرق
ويبقى مهموم وتيفكر وغير ذلك. يا مصيبك حرام، مصيبك حرام. من رحمة المرأة بزوجها أنها تحاول عليه وتحن فيه وترحمه في حالة المرض. أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ذكر ابن أبي حازم والحديث عند ابن عبد البر في الاستيعاب، قالك دخلنا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مرضي وأسماء بنت عميس عند رأسه، أبو بكر يصدر، أسماء بنت عميس تروح عنه، تروح تغفار في رثواله. أسماء تقصد فارفيرة، أسماء أسماء بنت عميس ذور فارفيرة يوايز وتجيه شوية ذور مغد فارفيرة، هذه مثلين ماركة فارفيرة ها تدور انت تكسر عوين انت، ولو الطاقة ولو كلمة ولو غير فيرة، ولكن ثمنع تقاس ها هواية زنسي وش فهمش كا ها 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 وجيت كسامو شقا روح شذين تولد استكا استكر كسم ومن غاوز جيف ها الدوان شقش الدواء اقش الدواء اقش اقش ننتر موي مردة وحدة هاي هي شوية قوة استقيم بالقوة استقيم بالطاقة وخمرين وخمرين يجب عليك طاعته، إنم قيم وطحماني قيم وطحماني أيح أيح وجيع جزستين صافي ويقيم بيقدفا وينو يوظن. طاعة الزوج واجبة حتى وإن بلغ العجزة، قدر سيدي بقي ضربه ويقوته ويحكم، ولكن الطاعة ديالو واجب طاعة ديالو. يعني ليش حنا الانتقام؟ هذه أسماء بنت عميس تعلمنا كيفاش كانت زواجات الصحابة رضوان الله عليهم. النبي ملي كان مريض في مرض الموت فين مات؟ مات في حجر عائشة، يتصغى عائشة غا عائشة يتصغى حاور عائشة يموت حاور عائشة، يعني ثام غاث من غير شوايز أتمنع غاس رميد يوض في الصحابي غا النبي صلى الله عليه وسلم يغزار النبي قعود الأراك شفته تيشوف، قلت لي واش بغيتيه وأخذته لينته لينته تصاغ بس تمنع عود الأراك إني عائشة قلت قموا من الصاغ بس وشستي النبي عليه الصلاة والسلام صاغ بس فارس يمغاثي غمس والو ويزما ذي فز ويزما حايس حايس قزدي سيدا قزدي بيبيرو قزدي شويرو أقاس 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 يوايز نمقرخة قرخة قوايز إنما باش هذي يمث عنك راضي باش هذي يمث يا ذاخة. هذه الرحمة هذه الرحمة. عائشة في سعود الأرك الثني لا يقصح يقصح باش هذيك النبي والنبي يهرش وفي ساعات الاحتضار ثمن عيد صاد بيذك قمم صاد بيذك قمم صاد بيذك قمم من السكاس من خلص صاد بيذك يعني سهلس العملية سهلس ما كانش قادر باش ينوض سهلي ليه العملية ما قادرش يمضغ سهلي ليه العملية وإذا ما ذي يفض سهو ناس سهو ناس سهو ناس قرخة قوايز صلى الله السلام والعافية. من رحمة المرأة بزوجها أن تساعده التعاون دي الشغر ما تزمع كين نسلي فعلا تخدموا مع الأزواج ديالهم كين نسلي تتخدم وتدمر مع رجلها وتتعاون تتشقى بحاله بحالها سجد رنت تتخدم رنتك. وهذه ابنة أبي بكر الصديق شفت مغارين من ضابنت أسماء بنت عميس انت في أبان أسماء بنت أبي بكر الصديق من توقتك بنت أبي بكر الصديق فنشتغك السيغد النوى من أرض أقطعها النبي للزبير كسي يزرو كسي يزرو كسي تدخل جيف الناس كسي تبدري زيد ما تو يديها في الطريق ما يمي باش تب ما ثني خمين تغيز هذه شاع الزبير دغيا هذه السعد ويا صغار تكسي تزرو مين تكتعون عايسنس تعاون السنة باش هذه كصغار هذه يخدم هذه شاز هذه سي يزرو يتسخس ليس عيبا ليس عيبا أن المرأة تعاون رجلها جيبوا ذا العيب ثم غاث مرة تعاون هيا زنس مرة تكشسيد المساعدة إذا تتعرف تخيط الرجل ما كيقدرش ما تيكفيش داك الشيء تخيط شوي باش تتعاون نهر ما تزوات نهر ما تزوات هذا دخل في المودة والرحمة. إذا كان الرجل غي عقل على ذاك الإحسان إذا كان شي حاجة أخرى راديك حاجة أخرى الحديث يطول. من الرحمة ألا تقحم المرأة زوجها في المشكلات زي الرحمة ثم غاث قايا زنس خمين يتغيف زي بارة زي الخدمة وثر قيبوس المشكلة قابو يماش وتشماش قينايي قينت اجا فارس قيا قعد يحر حين دايس شوي حاور خس شوي احميس شوي كاين شي نسلي واجد واجد غي يدخل الزوج غادي فوايس قي يماش تفعلا يماش الرحمه فين الرحمه فين فين الرحمه نسنغاني نظام غاثني قيميس يموت قث قث فريت تعذريت سيادي تنضري اذا سوجدي ثوز دوايس وجدس الماكله الشاي سوا اتى اهله خني اذا استنى قضى يجي حنجان ميش قيموث يا ما يسكنش وجستين حنجا اش ثنا اش ثنا غاد ترفض اش ثنا غاش سياد اش تكفن اش تنضر اخني غاد حي ماش استنى تقمم يموت شويه الرحمه شويه الرحمه تخليش الزوج كاين
كاين ازواج اللي مسكين تيحشم تيتوقى الوالدين الناس يتحترم ثاني يتحز زيسن وعماس وكيسن يمشي الكوار عماس وين ملي قشا كيماسي كاضي طعني الناس ما ترغميش ما ترغميش باش يدخل في الصراع مع باه ولا مع عمو ما تدفعش هذه مرغك الوالدين تيمشي مع الشباب هذين ما تذم مثلا ذي قيم يندم حياته كلها باش ما تيري مليح ابدا ابدا. هذه من رحمة الأب الزوجات بالأزواج. والحديث في مثل هذا يطول. اللهم فقهنا في ديننا، علمنا منه ما جهلنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يمن كتابنا، يسر حسابنا، اجمع شملنا، ألف بين قلوبنا، وانصرنا على من عادانا، اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربي أعطي أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا. أدم علينا نعمة الأمن يا ربنا، أدم علينا نعمة الأمن يا ربنا، أدم علينا نعمة الأمن يا ربنا. نسألك الأمن في البلد والعافية في الجسد والصلاح في الولد. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت الأعز الأكرم. ملك البلاد محمد السادس، أريه اللهم الحق حقا وارزق اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزق اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.